سنتين هاي المحلات عمرهن ناشدني اكثر من مسؤول امينة بغداد يعني او اهل التجاوزات ام التجاوزات تجي تباوع وتروح يعني ما اعرف يعني شنو اللي القوه اللي عندهم محلات متجاوزه على مجمع سكني بعوائل وباطفال يبقون مواد قابله للاشتعال يعني استهم عوائلهم بالسليم واحنا اللي تضررنا هسه اللي تضرر منه هم تضرروا بالما احنا تضررنا بالعوائل اطفال بالقوه طلعناهم كبار بالقوه طلعناهم انا والدي ضغط وربو بالقوه طلعتهم من الشقه زين ليش يعني هاي يعني الناشد المسؤولين ناشد رئيس الوزراء يجي يشوف لنا حل لها يعني هذا مجمع سكني ما يصير به محلات حجي ها خاله وجت خبرونا احنا بالبيت احترقت الشقق اجينا لقينا البيوت كلها محترقه وطافيه ولا طايق قاعد يطفي فيها شو نسوي بعد هذا امر الله شو نسوي